أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا مساك جميل من نماذج تحدي العلاقة. العلاقة الحقيقية في عقول بعض الناس وليست الأجسام، وأصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا كل صعب وبيواجهوا الأعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار على تخطيها. صديقتنا الجميلة نماذج جميل لكل متحدي العلاقة رغم معاناتها والصعاب اللي بتواجهها، بقوة إرادتها وعزيمتها بتحاول إن هي تتخطاها. صديقتنا الجميلة بتعاني كتير، وخصوصا عند حاجتها للخروج خارج المنزل بسبب عدم وجود تجهيزات أو تعديلات. صديقتنا الجميلة نموذج جميل، ورغم معاناتها وألمها قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب وتواجه الإعاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة أحد ضحايا شلل الأطفال، لكنها بقوة إرادتها بتتغلب على إعاقتها وبتواجه كل صعب بإرادة صلبة وعزيمة وإصرار على تخطيها كسر كل القيود اللي فرضتها عليها الإعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات مهما اختلفت إعاقتهم، قادرين على إنهم يعيشوا حياة طبيعية مثل الآخرين بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا إعاقتهم.